السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في من يداوم على الدعاء بين الأذان والإقامة مع رفع الأيدي، لأن البعض ادعى أن مداومة الرفع في هذا الموضع بدعة. يقول أحسن الله عليكم: ما رأيكم في من يداوم على الدعاء بين الأذان والإقامة مع رفع الأيدي، لأن البعض ادعى أن مداومة الرفع في هذا الموضع بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع هنا، ويكون المشروع الرفع أحيانا وترك أحيانا. والله أنا أرى أن الرفع كله لا أحيانا ولا دائما أنه ما هو مشروع. يدعو بدون رفع يدين، يدعو بدون رفع يدين. نعم.